يا اهلا بعباس حبيبي يا نعيم. عود عود حبيبي حبيب. حبيبي شو هذا سلامه قلبك يا نعيم؟ شو صاير معك؟ ما صاير معي شيء عادي لو خي. شو صاير معك؟ ما صاير معك انت كيفك؟ لك انا منيح. شو ما صاير معك شيء وشاكك لي هالمصل غارز ومش راينك؟ لك ما خبرتك عنه، ما حكيتك على تليفونك مره، ما قلت لك شو عم بعمل؟ شو دوخه؟ ما دوخه لا لا ما في دوخه الحمد لله. لا لا الحمد لله ما بين شيء. لا صحيا الحمد لله ما في. قلت غزه؟ لك لا لو شو قلت غزه، ما حكيتك على التليفون قلت لك الوضع. لك شو قلت لي الوضع؟ ما قلت لي شيء. ما انا مسرسب كثير يا عباس، انت بتعرف هلا بتشوف هالاخبار عم نحضرها. إيه؟ سلامه الغذاء وما سلامه الغذاء. طب طيب سلامه الغذاء بس ليش هيك؟ وانا ما عم بفهم. لك عم بتغدى؟ عم بتغدى هذا الغداء شو بك؟ ما هلا نحن كل شيء عم تشوفه بالاخبار عم بطربق لنا قلبنا. الدجاج ما فينا ناكل، اللحمه ما فينا ناكل، البرجر ما فينا ناكل، اخر شيء بدنا ناكل لبنه ما طلعت لبنه فاسده، الجبنه مضروبه، خلص بالاخر المصل وقت الغداء بتشكوا هيك ابو نص ساعه تاكل لك لقمه. هلا كل ما بدك تاكل بتشكوا. هذا مش راينك هون بتعب ثلاث مرات بكره والظهر وعشي عادي عادي، بس تاخذ الغذاء النظيف تاخذ لك شكه. كل معي لقمه. لك شو بدي اكل لقمه؟ ما نحن شيء يا زلمه خذ لك هلا اذا بدي ادوق شيء بدك تحش لي اياه هون. هيدا بتحشك هيك؟ روح يا عم خلصنا. بس بتقول كيف بتاكل معي لقمه؟ ما في انت جيت على وقت الغدا. طب ليه انت جيت على وقت؟ بتعرف هاي الطريقه لازم يتبعوها كل اللبنانيين. ايه هلا في كثير هيك مفيدة. عم بيعمل ايه اضبط ان انضف وبتضل راسك مرتاح وبتشبع. هلا انا شبعت. هلا هذا بتصفو على الغدا انت؟ شو هذا عم تتبشى مبين؟ ما خلص مش الحلقه. ايه هلا على شو هذا المصل؟ هذا هلا كبه بصينيه يمكن. هيدا ما بعرف هن عاملينهم طريقه هون كل انه بتاخذ لك لقمه. ما بدي يا خيي ما بدي. طب هيدا حط الاخبار بشرفك. انا مسرسل انت قليلي لو نايم. هلا هيك مقضاها اخبار ومصل وفساد ومدري شو. انا متابع الوضع كثير لاني مسرسل من انا وصغير هيك. تحط خيي حط ماشي مثل ما بدك. هذا خير اللهم اجعله خير. هات لنشوف. اكيد شيء اجتماع مجلس وزراء هلا. نعم جيسيكا انا معك مباشره من امام مبنى وزاره الصحه، وبعد الفضيحه يلي اثارها الوزير وائل ابو فاعور عن الامن الغذائي نحن حاليا بصدد فضيحه جديده. نعم فضيحه جديده الى علاقه بالمصل. في كمية من المصل الفاسد دخلت إلى لبنان. نعم وتغلغلت بالمستشفيات وبالصيدليات ورح يصار هلأ لسحب هذه الكمية من الأسواق وتسكير كل الصيدليات التي تعاملت مع هذا المصل بالشمع الأحمر. هلأ كمل النقل بالزعرور يا حبيبي معنا. وعيكون شو قولك؟ شو بعرفني شو؟ أنا كل نهار بحس بحرقة وحموضة هيئته. يخرب بيتك هيدا منه هيدا منه هيدا. لا لا شيل شيل حط المصل حط المصل حط المصل. طب شو بدنا نعمل واحد قال وظفك